جاء قرار الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بتنظيم عهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة لتسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية البسيطة بخطوة واحدة اعتبارا من 21 من شهر يوليو المقبل. وخلال مكالمة هاتفية في نشرة سابقة قال الرائد خالد مبارك بوغيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية إن القرار يهدف لتسهيل الإجراءات في الحوادث المرورية وشركات التأمين سوف تكون تحت رقابة وإشراف الإدارة العامة للمرور. طبعا هذا القرار يأتي ضمن نفس ما صرح سعادة المدير مسؤول الإدارة في تسهيل الإجراءات على المتورطين في الحوادث المروري باعتبار الحوادث المروري احد الخدمات تقدمها الإدارة العامة للمرور. فبدلا من ان تكون هناك خطوتين للتبليغ عن الحادث المروري ثم الاتجاه لشركة التأمين القرار هذه سيؤدي الى اتجاه الاطراف المتصالح عليها الى شركات التأمين ومن خلال ايضا توفير موقع الكتروني من خلاله يتم اختار شركات تأمين والاقرار يتم ايضا من خلال هذا الموقع الالكتروني وسيعلن عن كافه الاجراءات لهذا المشروع ان شاء الله في حمله اعلاميه ستتزامن وتتواصل مع دخول القرار حيز التنفيذ. ومن خلالكم يعني نؤكد ان الاداره العامه للمرور ستكون الجهة الإشرافية والرقابية على شركات التأمين وهذه نطمن الجمهور أن هذا القرار سيكون تحت أعين الإدارة العامة للمرور بإشراف مباشر منها.